اهلا ومرحبا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بصوا بقى جبت لكم معايا ايه ده نوميس الفيجر الفظيع اللي شكله جامد قوي ده، بلس كمان معاه حاجه تانية، حاجه بتتلبس كده ايه مكتوب عليها سلاب باند، بتلبس على الايه في على الدراع، شكلها جامد جدا 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 في الايد. الله انا عايزه ان انا افتح اللعب دي كلها اتفرج عليها عشان شكلها فعلا لعب جديده، مكتوب عليها ان هي صالحه للاطفال فوق 4 سنين، مكتوب عليها كات ذا روب نوميس. تعالوا بقى نحن لازم نجيب المقص ونقصها عشان نشوف بقى ايه المايكرو بلس الفيجرز دي. ايه ده الله انا بحب النوميز دول قوي، بص شكلهم جامد ازاي من ورا، الله بيقدروا ان هم يتشكلوا كده بكذا شكل مختلف. اهو هنفتح بقى الحته دي كده اوكي، ونطلع بقى ايه النومي اللي موجود بقى جوه، مكتوب عليه ايه ده كاد روب، مكتوب one special access to new cut rope levels. وشكلها ايه لعبة جامدة جدا اهو، بصوا بقى ده نوميز اهو شكله بقى، ده الفيجر اللي معانا الشخصية اللي معانا لونه اخضر بقى، لابس ايه النضارة بتاعته لونها ازرق في احمر، تحسوا ان النضارة 3D، شكله جامد قوي الله شكله فعلا فظيع اهو. بعدين هنا بقى معايا ايه تاني، دي زي كورة كده لونها ابيض في احمر، اكيد هو بيستخدمها النوميز ده. بعدين مع ايه بقى تاني جوه، ايه ده الله بص شكله جامد ازاي، ده زي صاروخ لونه احمر بقى، اكيد طبعا نومي برضو هيستخدمه، شكله فعلا فظيع اهو. بصوا هنحطه بقى كده مع نومي، معاه كمان الكرة بقى بتاعته الرهيبة قوي دي. طيب بصوا بقى دلوقتي جه وقت ان احنا نفتح اللي هو السلاب باند ده، ايه بيتلبس الباند ده بيتلبس على ايه على الايدين كده، هوريكم دلوقتي ده جامد جدا جدا جدا، فكرته حلوه قوي. بصوا هي عامله زي اسوره كده، يعني هنفتحه بقى مكتوب عليه ايه سلاب باند اوكي، نفتحه بقى كده، واو بصوا عليه بقى شكل كوكيز وحاجات كده كلها حاجات حلوه سويتس كتير قوي كده، بصوا كوكيز بالشوكليت وايس كريم، عليه توبنجز كتيره قوي، وده زي جيلي كولا او تشيلي كده لونه ايه اخضر. وبعدين بصوا بقى هنشيل الساعه بس بتاعتي، وبعدين هلبسه بقى مكانها، بصوا لازم نضربه كده جامد عشان يلف حواليها ونلف بقى بقيته، الله ده جامد قوي. بصوا هعمله لكم تاني اهو، شفتوا بيتلف كده لوحده اوتوماتيك، الله ده شكله جامد جدا، الباند الفظيع قوي ده زي حظاظه كده ممكن نلبسها على ايدينا. بصوا شفتوا ضربته بقى جامد واتلف على ايدي ازاي، الله من نومي شكله فعلا حلو قوي اهو، شفتوا اتلف على ايدي تاني، واو شكله فعلا فظيع. انا عن نفسي عجبت بيه جدا، اللعبه الفظيعه كلها النهارده بكل محتوياتها، قولي بقى في الكومنتات رايكم فيها. وطبعا قطر العاب الاطفال هنجيب لكم لعب تانية كتيره تعجبكم قوي، بليز ما تنسوش ان انتوا تعملوا ايه لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.